عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيف نور الدين على قناة شيف نوريانو. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ومعافين من كل مرض بإذن الله عز وجل. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم حنا ما غادي نطيبوا حتى شي حاجة. اليوم غادي يكون عندنا واحد الوصفة من الأعشاب لتطهير أجواء البيت. ما تنساوش تشترك في قناة شيف نوريانو إلى كنتوا أول مرة كتابعوني، وكذلك تعملوا لي لايك للفيديو وجب تفعيل الجرس باش توصلكم كل ما هو جديد اللي غادي ينزل في القناه ديالي باذن الله. وكذلك تلتزموا تجلسوا في البيت باش ما تصابوا وما يوقع لكم حتى شي اذى باذن الله عز وجل، ونمتثلوا الاوامر اللي الدوله قامت بها، وان شاء الله غيكون غير خير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتكون بلادنا ان شاء الله سالمه باذن الله عز وجل. اذا نخليكم مع المقادير ديال الوصفه ديال اليوم. اذا بالنسبه لهاد الخلطه هذه ان شاء الله غادي نحتاجو هنايا اوراق الكاليتوس، هي موجوده في اي مكان. غنحتاجو هنايا القرفه عواد، اللي ما عندوش عواد يمكن له يستعملها غبره ولا مسحوق. عندنا هنايا الفليو، وعندنا هنايا الخزامه، وكذلك الشيح والقليل من القرنفل، وعندنا مريوة، وعندنا السالمية راه ما كيتشابوش. مريوة وعندنا السالمية هنايا، شنو غادي نعملو؟ غادي نكون عندنا هاد الماء ندفيوه هنايا. انا عملتو من قبل دفيتو، فغادي ناخدو هاد الاوراق ديال الكاليتوس ونزيدو معاها القرفة، وكذلك فليو، فليو مجفف، وعندنا هنايا الخزامه، وعندنا الشيح. كنعملو قليل قليل من كل حاجه، وكناخذو هاد القرنفل حتى هو. فهاد الخلطه هذه انا كنستعملها تقريبا يوميا في البيت باش كنطهر الاجواء ديال البيت، نحاربو كذلك اي فيروسات تدخل عندنا، وكذلك كتساعد حتى في التنفس، كتساعدني كذلك حتى في التنفس. مثلا الناس اللي عندهم جنوب انفيه مسدوده وكيكون فيها الجراثيم ولا شي حاجه، فهذه كتساعدني كذلك على التنفس، وكتطهر حتى الجيوب الانفيه. فغادي نحاول نحرك ونحرف حالكم، ونخلي الكل يغلي على عافية مهيلة، يعني تكون نار مهيلة كيف ما كتلاحظوا معايا. وشنو كنعمل؟ ان هاد البخار اللي كيطلع كنحاول ندور على البيت كامل، ندور على الدار كاملة، نحاول ندور على الدار كامل جميع الاماكن، نحاول انني ندور على الاماكن كامله. فهاد البخار هذا كيطهر البيت من جميع الجراثيم ومن جميع الفيروسات مثلا اللي كتكون طايره في الجو، وكتحمي كذلك حتى كتحميني كذلك حتى من اي اعراض مثلا ديال السعال ولا الزكام، فهي كتحميني كذلك باذن الله عز وجل. فهاد الوصفة أنا تقريبا كنستعملها يوميا في البيت مع هاد الأيام هذه، أنا كنستعملها يوميا. فكيف ما كتشوفوا معايا فالعناصر بدات كتندمج مع بعضها كيف ما كتشوفوا معايا، ففقط أنني نحاول أنني هاد البخار هذا نستنشقه شوية، وكذلك ندور به على البيت كامل، يعني الدار كاملة نحاول ندور بها مثلا في اي مكان، في الحمام كذلك. وفهي كتعطي واحد الريحه كتكون فيها زوينه، ماشي ريحه خايبه، يعني ريحه زوينه. هذه الاعشاب كامله فيها ريحه زوينه. فالكاليتوس معروف انه كيستعمل كاستخراج بعض الادويه كذلك، والسيرو اللي المضاد للزكام ولا السعال، وكذلك كيستعمل حتى التنفس كذلك. فهاد الاعشاب هي طبيعيه، ما غادي تضرنا حتى شي حاجه، حتى الا ما فادتناش ما غاديش تضرنا، يعني حاجه طبيعيه عمرها ما كتضرنا. فان شاء الله الرحمن الرحيم كيف ما كتشوفوا معايا، كنتمنى هاد الوصفه تكون
نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها كذلك، والله يحفظكم جميعا من كل مرض بإذن الله عز وجل، وتحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موعدنا إن شاء الله في لقاء ثاني وصفة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.